تظاهر عشرات الأكراد في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا احتجاجا على تجنيد أطفالهم القُصّر في صفوف القوات الكردية، معتبرين ذلك بمثابة عمليات اختطاف. وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو الماضي أنه تم تجنيد أكثر من 400 طفل بين عامي 2018 و2020 من قبل وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا. حتى الآن تمت إعادة 213 طفل ضمن التشكيلات العسكرية إلى عوائلهم، وآخر دفعة كانت خلال شهر بعدد يبلغ 54 قاصر ضمن قوات سوريا الديمقراطية. أما في حزيران من عام 2019 فقد وقعت السلطات الكردية خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة للحد من تجنيد الأطفال، لكن منذ ذلك الحين تم تسجيل ما لا يقل عن 160 حالة تجنيد للقُصّر بحسب الأمم المتحدة. أريد عودة ابنتي إلى المنزل، إنها تبلغ من العمر 16 عاما وهي مريضة، وأحضرنا لها طبيبا لفحصها قبل أيام من اختفائها ولا نعلم مكانها. ابنتي كانت ترتاد المدرسة، كيف خطفوها؟ ولا نعلم إذا هم خطفوها أو ذهبت إليهم بنفسها. محمد مراهق سوري جندته قوات سوريا الديمقراطية، عاد إلى دياره ضمن أكثر من 200 طفل مجند رجعوا إلى عائلاتهم في شمال شرق سوريا بعد أن أبرمت الأمم المتحدة كما ذكرنا اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء تجنيد الأطفال واستغلالهم، إلا أن جماعات حقوقية تؤكد أن انتهاكات القوات المتحالفة مع قسد للقوانين الدولية في تجنيد الأطفال من الجنسين مستمرة. نتابع قصة أحد هؤلاء الأطفال. عاد محمد بعد غياب طويل ليلعب مع أصدقائه بعد أن جندته قوات سوريا الديمقراطية قصد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن تمكنا من إنقاذ أكثر من 200 طفل من صراعات مسلحة، أنشطتنا مستمرة، تلقينا شكاوي من عائلات في كل أنحاء شمال شرقي سوريا وخاصة الحسكة. محمد لم يتجاوز 15 عاما، نزح مع عائلته من رأس العين إلى إحدى مناطق الحسكة، لكنه فجأة اختفى، ترك المنزل بداية العام الجاري من غير أن يخبر والدته أين ذهب. في وقت سابق من هذا العام جاء محمد إلى البيت، ترك هاتفه في المنزل وخرج. بحلول المساء بدأت أبحث عنه لكنني لم أجده. ظللت أبحث عنه 5 أيام بلا جدوى، اختفى، ثم التقيت شابا أخبرني بأنه رأى ابني مع قوات سوريا الديمقراطية. محمد هو واحد من مئات القُصّر الذين حملوا السلاح مدفوعين بحاجتهم إلى المال في وضع اقتصادي أقل ما يقال عنه أنه متدهور. المال أيضا يفسد الصغار، لو كنا في وضع مالي أفضل لبقينا في بيتنا ومنطقتنا، ما كان الصغار فكروا بهذه الطريقة. أعني عندما يهرب طفل من مكان إلى آخر هذا يعني أنه يعاني الصدمة، نحن شعرنا بالصدمة وكذلك شعر أطفالنا. معظم ما فعله محمد خلال فترة تجنيده ما يزال مجهولا، وهو يعاني اليوم للعودة إلى طفولته ودراسته. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس فواز المرسومي، الصحفي المستقل والناشط الحقوقي بمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد فواز. إذن الحديث عن انتهاكات بحق الأطفال في مناطق شمال شرق سوريا تقوم بها قوات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية. تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن 400 طفل تم تجنيدهم بين عامي 2018 و2021 ولكن التقارير عديدة صدرت سابقا وهذه الأرقام كانت أكبر بكثير في السنوات الماضية كلها، على الرغم من أن هذه القوات مدعومة من واشنطن، هناك مكتب للأمم المتحدة موجود في هذه المناطق، هناك اتفاقية موقعة عام 2019 بعدم تجنيد وتجنب تجنيد الأطفال، إلا أن الانتهاكات ما زالت مستمرة، لماذا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. بالنسبة عاملة الوحدات الكردية منذ سيطرتها على شمال وشرق سوريا
على تجنيد الأطفال. طبعا هذا التجنيد يتم عن طريق ما يسمى بالشبيبة الثورية. طبعا التقارير اللي تحدثت عن الأرقام غير دقيقة، الأرقام صراحة أكبر من الشيء. فينا نقول أنه خلال كل شهر يتم تجنيد ما بين 50 إلى 80 طفل تجنيد قسري. طبعا هؤلاء الأطفال لا تراعى لهم لا حرمة لحقوق الأطفال ولا يجعلون يكملون دراستهم. طبعا كما ذكرت أنه التجنيد يتم عن طريق الشبيبة الثورية التابعة للبيكيكي. طبعا بالنسبة لعمليات التجنيد القسري يتم خطف الأطفال خطف دون إبلاغ أهلهم، ولا سماح لهم أيضا حتى برؤية أطفالهم إلا بعد انتهاء المعسكر لمدة 4 أو 5 أشهر. بالنسبة لأماكن المعسكرات، أغلبها يكون في مناطق في جبال قنديل أو في جبال على الحدود السورية العراقية، يتم من خلالها تدريب هؤلاء الأطفال وتعليمهم على حمل السلاح وإعطائهم فكر أيديولوجي عن الميليشيات الكردية وعن أعمالها، متجاهلين بذلك وضاربين بعرض الحائط جميع حقوق الطفل و المواثيق الخاصة بحقوق طيب، الأطفال. بناء على كلامك سيد فواز، يعني نتحدث عن عملية ممنهجة منظمة لتجنيد هؤلاء الأطفال تحت أعين واشنطن والأمم المتحدة. تماما سيدتي، بالنسبة للتجنيد الكل تحدث عنه، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، أغلب المنظمات المجتمع المدني أصدرت بيانات استنكار لما تفعله قوات سوريا الديمقراطية بحق الأطفال، وطالبت حتى هناك مطالبات لقوات التحالف بإلغاء التجنيد الإجباري لدى قسد إن كان للأطفال وحتى للكبار. يعني حاليا نلاحظ أنه في محافظة دير الزور منذ فترة حدثت ثورة شعبية ضد قرار التجنيد الذي اتخذته قسد. طبعا في دير الزور لحد الآن لم يتم تسجيل انتهاك بحق أي طفل من ناحية التجنيد الإجباري، لكن الأرقام اللي هي بالحاسكة وبالقامشلي أو بما يعرف بالمناطق ذات الأغلبية الكردية صراحة أرقام صادمة وأرقام مرعبة جدا، ويجب وضع حد لهذه الانتهاكات اللي تحدث لأطفال سوريا. أنت ك يعني صحفي ناشط تعمل لصالح منظمة العفو الدولية، ما هي الخيارات المتاحة؟ ما الذي تم فعله في هذا الإطار؟ إلى أين يمكن التوجه أيضا؟ نحن نعمل ضمن عملنا كصحافة وتوثيق فقط لا غير. طبعا يعني حتى أنه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي منذ فترة وقع على اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، لكن للأسف لم يتبعوا أو لم يوقعوا على هذا الميثاق ولم يتبعوا الأساليب التي وقعوا عليها. طبعا بالنسبة لا نستطيع عمل شيء حاليا سوى رفع تقارير دورية أو عمل تحقيقات استقصائية تكشف. طبعا وإحنا لدينا الأسماء كاملة، كل طفل يتم اختطافه وتجنيده قسريا نوثق، ومهمتنا فقط حاليا التوثيق، لا بيننا ننتظر أحد أن يفتح تحقيق أو منظمات دولية تتدخل في هذا الموضوع. باعتقادك فواز، يعني من خلال متابعتك لكل مجريات الأمور، ومعلوم بأن قوات سوريا الديمقراطية تدعمها واشنطن التي في عهد جو بايدن الآن ترفع شعار حقوق الإنسان وتنادي بها بشكل دائم، لماذا تغض الطرف عن عمليات التجنيد المنظم هذه؟ للأسف سيدتي، بالنسبة للقوات الأمريكية يمكن أو قوات التحالف بشكل عام لديها علم كافي بما تفعله قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا. تغض الطرف كونها المصلحة المتبادلة بين الطرفين، تعتبر قوات سوريا الديمقراطية هي قوات حماية للتواجد الأمريكي في شمال شرق سوريا. طبعا هناك حوادث كثيرة حدثت، جاء الرد الأمريكي عليها بالصمت والسكوت عن ما فعلته قوات سوريا الديمقراطية. طيب، وبالتالي الآن إذا كان لا يوجد هناك تعاون دولي حقيقي في حماية هؤلاء الأطفال،
هل من نصائح معينة، طرق معينة يمكن تقديمها للأهالي لحماية أطفالهم من الخطف ومن التجنيد؟ سيدتي، للأسف الواقع المرير الذي يعانيه الأهالي الآن هو تهريب أطفالهم إلى مناطق تركية أو إلى مناطق نبع السلام، المناطق التي تخضع تحت سيطرة الجيش الوطني. في الآونة الأخيرة انتشرت بكثرة بيع الأراضي لأصحاب أو عفوا لأولاد الأطفال هؤلاء، أو كل من خائف على ابنه أن يذهب في هذا التجنيد الإجباري يضطر إلى بيع بيته أو بيع سيارته ليخرج ابنه قبل أن يتم تجنيده قسريا في هذا المعركة التي ليس للسوريين فيها لا ناقة ولا جمل. شكرا لك من طرابلس في لبنان فواز المرسومي، الصحفي المستقل والناشط الحقوقي في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.